نستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام مع هذه الانطلاقات والتحديات المسائية، تحديات الكبار بانطلاقة هذه النوعيات التي تأتي متتالية في هذه الأمسية الجميلة في ختامي المرموم الثلاثي 2018، حيث أعلنت انطلاقة جديدة قبل لحظات قليلة خاصة بالزمول المهجنات التي تحمل شعارات أصحاب السمو الشيوخ والمعالي وبرفقة مضمريها الذين يقدموها بالمستوى الرائع والمستوى الجميل لاختطاف المركز الأول. انطلقت هذه الإثارة بأمال أيضا المشجعين والمضمرين لتحقيق المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. نأتي مع بداية الشوط، نسير مع بداية الانطلاق، نتواجد مع بداية هذه الأسماء التي تنطلق أمام حضراتكم في هذا الإبداع وفي هذا الانطلاق المميز، حيث نتابع المركز الأول. يتواجد هناك مخباط على المركز الأول من هجن العاصفة، غياث الهلالي يقود في عملية التضمير، ينطلق بالمركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، هنا سراج يتواجد في المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان. ناجم بن علي القيلاني يتولى عملية تضميره، بينما الذيب يحتل المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن دياب بن سيف آل نهيان. الصادق فضل الأمين يتولى عملية التضمير خلال هذا الانطلاق، بينما المركز الرابع هذا هو أيضا يتواجد زبق على المركز الرابع من هجن العاصفة. التضمير لدى قياث الهلالي من يأتي بهذه الأمسية الجميلة في مساء هذا اليوم، مبشرا جماهير العاصفة ومحبيها بأيضا البشرى السارة دائما كما تعودنا مع العاصفة. ننتقل إلى المركز الخامس، حيث يتواجد مبدع بوجود شعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غافان اليابري، يتولى عملية تضميره مع المركز الخامس. المركز السادس هنا سرمد من هجن الرياسة، راشد بن محمد بن سم المنصوري المستحيل يقدم سرمد في هذا الانطلاق سادسا. سابعا يتقدم الطائر من هجن الرياسة، التضمير لدى المجازف السيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هو المحتل المركز السابع. ننتقل إلى المركز الثامن، وصلت هجن العاصفة بوجود الغربي، بوجود الغربي في المركز الثامن من هجن العاصفة، التضمير لدى قياث الهلالي. المركز التاسع يتواجد شاهين في المركز التاسع من هجن العاصفة، التضمير مع قياث الهلالي في عملية تضميره. كذلك عاشرا يتواجد شاهين من هجن الرياسة مع علي بن ميل الوهيبي يقود في عملية التضمير في المركز العاشر خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع. هذه هي المراكز الأولى، هذه هي العشرة الأسماء المتقدمة من بقية الأسماء التي تشارك في هذا الشوط والتي تتواجد خلف العشرة المراكز الأولى، قادمة ومنطلقة متواجدة ومتحدية لاختطاف ناموس هذا الشوط من خلال هذا الانطلاق المميز. العودة إلى الصدارة، العودة إلى هجن العاصفة التي تتقدم على الجميع من خلال وجود وانطلاقة مخباط على مقدمة هذا الشوط. مخباط على المركز الأول ينطلق بشعار هجن العاصفة، التضمير مع قياد الهلالي يقود في عملية التضمير خلال هذا الانطلاق وخلال أيضا هذا المسار الرائع والجميل، بينما المركز الثاني يتواجد الذيب، يتواجد الذيب في هذه المجموعة من الذيابة المشاركة في هذا الشوط. الذيب لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، الصادق والله الأمين يتولى عملية تضميره، بينما المركز الثالث هنا سراج يأتي في هذه الانطلاقة لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان. ناجم بن علي القيلاني يقود في عملية التضمير في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع الكبير. وهنا أيضا الزيبق يتواجد بمرونة الزيبق ما بين هذه الأسماء، ينطلق مع المركز الرابع
من هجن العاصفة. التضمير مع قياد الهلالي يقود في عملية التضمير خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع. ننتقل إلى المركز الخامس، هجن الرياسة قادمة بوجود الطاير، قادمة بوجود الطاير. هذه هي هجن الرياسة. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقود في عملية التضمير مع المركز الخامس، بينما المركز السادس هنا شاهين ينطلق من هجن العاصفة. غيات الهلالي يأتي بتواصل هذه الأمسية، بتواصل هذه الأسماء التي تنطلق في هذه الأمسية التراثية في ختامية المرموم. يقدم أيضا شاهين بالمركز السادس، بينما المركز السابع وصل ايضا سرمد من هجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. المركز الثامن تقدم ايضا مبدع، وصل مبدع في هذا الابداع من هجن العاصفة. غياث الهلالي يقوده في التضمير. المركز التاسع هذا هو ايضا بشعال الرياسة، قادم شاهين تاسعا لهجن الرياسة. علي بن يميل الوهيبي في تضميره. المركز العاشر باول ندى ميهاب وصل لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم. حمد بن خميس القويص في عملية تضميره ينطلق بهذا الانطلاق وبهذا الإبداع بالمركز العاشر. هذه هي العشر المراكز الأولى، هذه هي العشر المراكز الأولى حيث يصل في المركز العاشر. مبدع مبدع اول ندى، تبدلت المراكز، دخل مبدع لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن قافان اليابري. الطبيب الشعبي قادم بوجود مبدع اليوم الابداعي الطبيب الشعبي. الله، نعود الى المقدمه، نعود الى ايضا المركز الاول. هجن العاصفه بدات تسيطر، هجن العاصفه بدات تنطلق بالمركزين الاول والثاني من خلال هذا الانطلاق، من خلال الزيبق ومخباط، مخباط والزيبق في حوار ثنائي لاختطاف ناموس هذا الشوط لصالح هجن العاصفه مع غيات الهلالي يقودهم في التضمير، يقودهم في التضمير. الله، يا سلام يا سلام. هذه هي المراكز الاولى، هذا هو الانطلاق الذي يسير بمسار هذا الشوط وانطلاقه هذه الاسماء خلال هذه اللحظات المميزه والابداعات الكبيره مع وجود هذه الاسماء. ولكن سراج قادم من الجانب الاخر، سراج يتحرك في هذه الانطلاقه لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد ال نهيان. ناجم بن علي القيلاني يتقدم في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع القوي للغايه نحو مقدمه هذا الشوط. غير الى الصداره، غير الى المركز الاول في هذا الانطلاق. المركز الرابع يتواجد الضيف في المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف ال نهيان. الصادق فضل الامين يتولى عمليه تغميره في المركز الرابع، بينما المركز الخامس الله، وطار الطاير، طار الطاير لياتي مع المراكز الاولى من هجن الرياسه. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتولى عمليه تضميره، يتولى عمليه تضميره، ينطلق بالمركز الخامس. اقتربت الاسماء، اقتربت الاسماء من بعضها البعض في هذا الشوط. بدا ايضا حراره الشوط ترتفع في الامتار الاخيره. خلاص خلاص، ما تبقى الا القليل، ما تبقى الا القليل. حزام القابات، حزام القابات في ميدان المرموم المشكل لوحة جميلة مرضية ايضا ممتعة للقاية لمشاهدين الاعزاء عبر قناة دبي ريسنج، قناة ياس، القنوات الاخرى الاعلامية الكبيرة الناقلة لهذا الحدث الكبير التي ايضا تترقبها اعين محبي هذه الرياضة وعشاقها. نعود الى المقدمة، نعود الى سراج، سراج على المركز الاول، سراج على الصدارة، ياتي بمقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد ال نهيان. ناجم بن علي القيلاني يقود في عملية التضمير خلال هذا الانطلاق وخلال ايضا هذا الابداع القوي في انطلاقة هذا الشوط، في منافسة ايضا هذا الشوط. ولكن المركز الثاني، الرياسة قادمة، العاصفة قادمة، الهجن العيناوية تتحرك هنا بوجود وانطلاقة مشاهدين الاعزاء مع ايضا انطلاق
فاقت الذيب، الذيب الذيب الذيب، وصل الذيب بشعار العناوي لسمو الشيخ محمد بن دياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين. تحرك الشوط بثقله، بثقل هذه الزمول بنوك المستقبل هدير التنافس. الله الله الله، ما تبقى إلا القليل عن نهاية هذا الشوط. سراق سراق، دير بالك يا أبو علي، دير بالك يا أبو علي، هذا سراق يتواجد بمقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي القيلاني، يتولى عملية تضميره في هذا الانطلاق. هجن العاصفة، هجن العاصفة، تقدم الزيبق في المركز الثاني، ولكن الذيب 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 الذيب، وصل الذيب في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين. يبدأ بتحركاته، يبدأ بانطلاقاته، سرمد قادمة، والطائر هذا الطائر، هذا الطائر يتحرك لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون، وكذلك شاهين من هجن العاصفة. بدأ بتدخلات الأخيرة، بدأ بتدخلات الأخيرة، الشوط يتحرك لمن ناموس هذا الشوط، لمن الفوز والانتصار. الكيلومتر الأخير، خلاص خلاص، بوابة الناموس، ملامح الناموس تأتي بوجود هجن الرياسة، هجن العاصفة، هجن الرياسة، هجن العاصفة. تتقدمان المؤسسات العملاقة للانطلاق. يبدو أن الناموس محتار ما بين المؤسسات العملاقة، ولكن الهجن العناوية قادمة بوجود الذيب لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، يتولى عملية تضميره. ولكن الله، هنا المقدمة، هنا الصدارة، العاصفة والرياسة، العاصفة والرياسة في حوار ثنائي، في حوار ثنائي. الطائر يطير بناموس هذا الشوط لهجن الرياسة، والعاصفة قادمة، العاصفة قادمة لمن الفوز والانتصار. اللحظات الأخيرة، الرياسة، العاصفة، الطائر، الطائر، شاهين، الطائر على الصدارة، الطائر على المركز الأول من هجن الرياسة. المجازف، المجازف، المجازف يأتي بتقديم هذه النوعية مع انطلاقة شاهين في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي للغاية خلال هذه اللحظات، وخلال أيضا هذا الانطلاق المميز. هذه هي هجن الرياسة، هذه هي هجن الرياسة، تتواجد على المقدمة، تتواجد مع الناموس. سلام الرياسة على فوز الطائر. شكرا محمد بن عتيق بن زيتون للمركز الثاني، كان من نصيب شاهين لهجن العاصفة، وثالثا السابق من هجن العاصفة، رابعا الذيب لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان مع ايضا الصادق فضل الامين، وخامسا هجن الرياسة مقدمة كذلك سرمد. ما شاء الله، ابداع قوي، انطلاق حتى الامتار الاخيرة، 12 دقيقة 54 ثانية، خمسة اجزاء من الثانية هو توقيت الطائر لهجن الرياسة. شكرا يا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان الوصول والانطلاق مشاهدينا الاعزاء مع هجن العاصفة، 12 دقيقة 55 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على أيضا وصول شاهين في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق. ثالثا 12 دقيقة 56 ثانية، وفاء وتماما وكمالا هو التوقيت السابق من هجن العاصفة. شكرا قيادة الهلالي.